مع قدوم شهر رمضان المبارك لا تخلو المائدة من الحلويات الشرقية اللذيذة، حيث تختلف بطريقة عرضها وتزيينها كجزء من العادات المتوارثة. طبعا هاي الأكلة كانت قديما بتستخدم، يعني بس عبارة عن نوعين، جوز هند وقطر. نحن حاولنا نعدلهم، طبعا حط عليها شيء إضافي بحيث أنه تكون نكهتها مختلفة تماما كليا عن هديك تقريبا، والحمد لله عم نشتغلها بشكل دائم ومرغوب كتير عنا حاليا بمدينة سلمية. تحضير، طبعا طريقة التحضير، أول شيء بنحط الشوكولا والمكونات بشكل عام جامدة، بندوبها طبعا بقلب حلة نحاس، بنطبخها لمدة تقريبا 3 ساعة، وبعدين بنضيف الجوز الهند عليها، بنمدها بصدورة ونزينها. وقتها نحن على كيفنا، فينا نحط شوكولا، فينا نحط مكسرات، فينا نحط فستق حلبي حسب الرغبة. جوز الهند أحد أنواع الحلوى السورية التي تحضر بسهولة كبيرة، وتتميز بقوامها الهشي ومذاقها اللذيذ، وعند طهيها يصبح لون جوز الهند بنيا أو ذهبيا، ما يمنح الحلوى شكلا جذابا ويرفع شهية الشخص لتناولها. نحن عم نطورها بحيث أنه نضيف نكهات تانية، بحيث أنه تكون نكهات جديدة يعني للعالم، مثل نوع من أنواع الزبدة وأنواع الشوكولا ومنكهات. طبعا هاي الأكل كتير مرغوبة لأهالي السلمية وكتير عليها أقبال، وإن شاء الله رمضان كريم. نعد عليكم الصحة والعافية. لرمضان في سوريا تفاصيل تكمل جمال المشهد وتمنحه طابعا مميزا، تتنوع بين الموروث الثقافي والأكلات الشعبية والعادات الاجتماعية التي تحافظ على القيم الأصيلة. محي الدين فهد للأخبارية السورية، محافظة حماة.